Salam alaikum, bienvenue chez la chaîne Math Facile Pro Fatima. Aujourd'hui, on va voir les suites numériques. Donc, on a les suites, on a déjà fait l'année dernière. يعني درنا لي سويت العام اللي فات وهذا العام غنخدمو بنفس الدرس اللي شفناه العام اللي فات غير تزاد عليهم هذا العام فقط لي ليميت دونك غنحاولوا نديرو رابيل ومن بعد غنشوفو التمارين كيفاش غنخدمو التمارين دونك نبداو دونك هنا عندنا كنقولوا بان اون سويت يو ان اي ماجوري بار ام يعني ان نومبر ان سيغتان نومبر يعني كنقولوا بان ان اي ماجوري واحد العدد اللي هو ام دونك امتى كنقولوا بان الا كانت يو ان اي تانفيريور ايغال واحد العدد ام كلك سوا ان ابارتونو غران ان كنقولوا بان ايكيفالون بان لا سويت يو ان اي ماجوري بار هذا العدد اللي هو ام ولا كانت يو ان اي سوبيريور ايغال ا واحد العدد كنقولوا بان ان سويت لا سويت يو ان اي مينوري بار ام دونك الا كانت يو ان كبار صغر من واحد العدد كنقولوا بانها ماجوري بام الا كانت يو ان كبر من واحد العدد كنقولوا الي مينوري بام سي يو ان اي كومبري اونتر دو نومبر كنقولوا بانها بوغني الا كانت محصوره ما بين جوج اعداد تنقولوا بوغني دونك هنا باش كنمونطريو الماجوريتي ou la minorité ou la borne qu'on utilise donc la récurrence. يعني دائما البرهانة كتعتمد على on montre par récurrence. Donc la récurrence qui est من trois parties. Partie الأولى ou là, يعني la première chose هو نديرو الفيريفيكاسيون. الفيريفيكاسيون يعني كنديرو الفيريفيكاسيون ديال première terme. يعني كنديروا الفيريفيكاسيون فيريفيكاسيون يعني التحقق كناخذوا داك البروميير تيرم خصو يفيريفينا لا بروبريتي يعني اذا لو بروميير الفيريفيكاسيون اون فيريفي اون فيريفي بان لو بروميير تيرم كنفيريفي لو بروميير تيرم اون فيريفي كو لو بروميير تيرم اي فري اي فري pour cette propriété. يعني مثلا بان U0 inférieur à certain nombre ou la supérieur ou la donc on vérifie le premier terme يعني pour la propriété ou là on vérifie la propriété pour le premier terme. Voilà, on vérifie la propriété pour le premier terme. On vérifie la propriété يعني هذيك الخاصية اللي طلبوا مني سواء ماجوريتي ولا مينوريتي اون فيريفي لا بروبريتي اي فري اي فري بور لا بروميير تير فوالا الا كانت صحيحه بالنسبه لو تيرم الاولاني سي بون دونك اون فا باسي ا لا دوزيام شوز هي اون سيبوز كيلي فري بور لوردر ان اون سيبوز On suppose qu'il est vrai pour l'ordre n. Il est qu'il est vrai pour l'ordre n. Pour l'ordre n. Voilà. Ou la question est montrer qu'il est vrai pour l'ordre n plus 1. هذا لا كيسيون اللي غيكون مونطري يعني كيكون في ريكيرونس هو الاخر مونطري كي لي فري كي لي فري بور لوردر كي لي فري بور ان بلس 1 صافي تفهمنا الريكيرونس يعني كنعتمدوا على الريكيرونس باش كنمونطريو لا ماجوريتي والمينوريتي ولا لا بورني حقاش راه فيها الماجوريتي والمينوريتي دونك اول حاجه كنديروها كنديرو الفيريفيكاسيون يعني داك التيرم الاولاني اللي كيعطيونا خصو يكون كيفيريفي هذيك لا بروبريتي سواء ماجوريتي بور لا ماجوريتي او بور المينوريتي يعني خاص لو تيرم الاول يكون كيفيريفي لا بروبريتي دوزيام شوز اون سي بوز كي كي لي فري بور لوردر ان بان هاد الخاصيه راها فري بور لوردر ان دونك اون مونتر
يعني لا كيستيون اللي كيكون هو اون موندر كي لي فري بور لوردر ان بلس 1. غنشوفوها في التمارين. دونك هذا بور لا ماجوريتي او المينوريتي. دونك غنشوفو المونوتوني. اذا بالنسبه للمونوتوني شنو كاينه؟ اذا كيكون لا كيستيون مونتري كو يو ان اي كروسونت او بيان مونتري كي لي ديكروسونت. بالعربيه غيقول لك تبين بانها تزايديه او لا بين بانها تناقصيه. دونك من كيطرحوا هذا السؤال اول حاجه خصني نديرها خصني نكالكولي يو ان بلس 1. دونك ملي كيقول لك مونتري بانها كروسونت او بيان ديكروسونت كتمشي كتحسب يو ان بلس 1 موان يو ان كتلقى كتحسبها وكتدرس ليها لو سين ديالها. يعني ملي كتعطيك واحد سيغتان يعني واحد ليكسبريسيون هنا خاصك تدرس يعني لو سين ديالو. سي تيا تروفي كو يو ان بلس 1 موان يو ان اي سيبيريور ايغال ا زيرو. الا حسبتي يو ان بلس 1 موان يو ان ولقيتيها سيبيريور ا زيرو كنقولوا بان يو ان اي كروسونت. ولا حسبتي يو ان بلس 1 موان يو ان ودرستي لو سين ولقيتيها انفيريور ا زيرو كتقول بان يو ان اي ديكروسونت. فوالا. اذا هذا السؤال مفروغ منه. مجرد ما يقول لك مونتري بانها كروسونت ولا مونتري بانها ديكروسونت اول حاجه كدير كتمشي كتكالكولي يو ان بلس 1 موان يو ان وكدير لوتود دو سين. لقيتيها بوزيتيف كنقولو كروسونت، لقيتيها نيجاتيف كنقولو ديكروسونت، يعني بالعربيه كنقولو تزايديه او لا تناقصيه. دونك من بعد يعني هذا بالنسبه لكروسونت وديكروسونت يعني المونوتوني. دونك غنشوفو دابا لو تيب دو يعني عندنا جوج انواع من لي سويت. عندنا لي سويت اريتميتيك يعني دو ريزون ار يعني المتتاليه الحسابيه اساسها ار او بيان سويت جيومتريك دو ريزون كي يعني المتتاليه الهندسيه. دونك نبداو بالمتتاليه الحسابيه اللي هي السويت اريتميتيك. اذا كيطرحوا واحد السؤال كيقول لك مونطري بان يو ان اي تون سويت اريتميتيك. اول حاجه كتحسبها تاني كترجع نفس الخاصيه كتحسب يو ان موا يو ان. هاد المره ماشي كتدرس لو سين وانما كتلقاها ار ابارتونو ا ار ان نومبر ريال. اذا كتحسب ان بلس 1 موا يو ان كتلقى ان نومبر ريال. الا حسبتي هاد لا ديفيرونس ولقيتيه نومبر ريال كتقول بان سويت ارتيميتريك. صافي راه متتاليه حسابيه كيجي بالنسبه لو تيرم جينيرال. اذا مادام متتاليه حسابيه دونك خصني نكتب لو تيرم جينيرال ديالها. اذا نبداو الا كان لو بروميير تيرم هو اي زيرو. اذا لو تيرم جينيرال كيساوي اي زيرو اللي هو البروميير تيرم بلس ان فوا ار. قلنا ار هو لو ريزون و ان هو لو نومبر دو تيرم وهذا البروميير تيرم. اذا هذا الريزون يعني الاساس بالعربيه هذا لو نومبر دو تيرم نومبر دو تيرم عدد الحدود وهذا البرومي تيرم. صافي تفهمنا هذا هو لو تيرم جينيرال. دابا الا كان عندي ما بادينش باي زيرو بادين ب اي 1 اي 2 اي 3 يعني اون جينيرال بادين ب اي بي. مثلا من كنبداو ب اي بي لو تيرم جينيرال كيتكتب بحال هكا يو ان ايغالا يو بي. يعني هاد بي تقدر تكون يو 1 اي 2 اي 3 بلس هنا لو نومبر دو تيرم غيكون هو ان موان بي يعني لو ديغنييغ تيرم موان لو بروميييغ تيرم فوا لو ريزون اللي هو الاساس. هذا بالنسبه لو تيرم جينيرال. دونك كاينه دونك من نقدروا ثاني يطرحوا الناس كاستيون يقول لك دوني لا سوم دي تيرم كونسيكوتيف يعني المجموع الحدود المتتاليه يعني اللي كتكون البروميير تيرم ولا. دونك بالنسبه لا سوم عندنا اس ان كنوطيو لها اس ان ايكال بالنسبه للسويت ارتيميتريك بالنسبه للسويت ارتيميتريك لا سوم اس ان ايكال. فوالا. دونك هنا الا كان عندي
100 U1 مثلا بادية بـ U0 مثلا عندي U0 plus U1 plus etc. jusqu'à UN voilà égal إذن شنو كنديرو كنديرو لو بروميير تيرم اللي هو U0 plus لو dernier تيرم اللي هو UN voilà je l'écris en bas c'est mieux regarde donc قلنا يكون عندنا U1 plus U2 plus etc. jusqu'à UN إذن شنو كنديرو هاد لا سوم كنديرو اول البروميير تيرم مثلا هنا بادين U0 U0 plus الدرنيير تيرم اللي هو UN داكور fois لو نومبر دو تيرم N moins 0 plus 1 كنزيدو هنا في لا سوم كنزيدو واحد ل 1 N moins 0 plus 1 sur 2 داكور يعني غترجع لينا هي n plus 1 يعني غتولي عندنا الفوق هي n plus 1 n plus 1 sur 2 دي فاش كيكون عندي الباديه ب e0 يعني البروميير تيرم سي e0 من كيكون عندي البروميير تيرم هو u1 ولا up بصفه عامه ممكن يكون u1 u2 u3 etc هنا يكون up plus 1 etc. jusqu'à un. D'accord? يعني أول ترم يكون هو up. Donc, شنو كندير؟ كندير up plus un fois n plus 1 sur n moins p. Voilà. Non? Attends. كنديرو n moins p اللي هو premier ترم plus 1 sur 2. يعني كناخدو اول يعني لو تيرم البروميير تيرم اول الترم الاولاني زائد لو ديرنيير تيرم هنا هو يو ان في لو نومبر دو تيرم دائما في لاسوم كنديروا اخر تيرم ناقص اول تيرم بلس 1 يعني في لاسوم دائما كنزيدوا واحد الان عاد سور 2 هذه قاعده صافي تفهمنا عندنا يعني كاضافه مثلا تيكون عندي trois termes consécutifs يعني متتالية تكونوا عندي trois termes consécutifs مثلا عندي A et B et C trois termes consécutifs عندنا كتكون عندنا 2P égale A plus C voilà donc هذا بالنسبة للسويت arithmétique عندوزو نشوفو دابا السويت géométrique يعني les suites géométriques donc عندنا بالنسبه للسويت géométrique voilà suite géométrique donc ملي كيطرحوا ليا لا كيسيون كيقولوا ليا مونتري كو لا سويت اي جيومتريك دو ريزون كو كاينه جوج طرق يعني دو ميثود باش نمونتريها اما كناخذ نحسب un plus 1 يعني كنمشي كناخذ un plus 1 وكنبقى كنحسب كنقاد فيها حتى كنكتبها على هذا الشكل يعني كنكتبها q fois un فوالا اما كندير هاد لا ميثود انا بالنسبه لي جو بريفير تالي كنكتب دي من الديبار حسب un plus 1 sur un فوالا من ديبار كتحسب يو ان بلس 1 كتلقى ايغالا واحد لو نومبر ريال كي دونك قبيله كنا حسبنا لا ديفيرونس في السويت اريتميتيك دابا في السويت جيومتريك غادي نحسبو يعني لا فراكسيون يو ان بلس 1 سور يو ان فوالا دونك مجرد ما يقول لك مونتري كو لا سويت يو ان جي اون سويت جيومتريك دو ريزون كي جيني شان حسب un plus 1 sur un كتعطيك واحد لو نومبر هذاك هو الغيزو ابري تو فا كالكولي u0 يعني البروميير تير داكور دونك مجرد ما كنلقاو بان كنمونطريو بانها جيومتريك ضروري غنكتبو لو تيرم جينيرال لو تيرم جينيرال سويت جيومتريك سيكري كوم سا un ايغال up
يعني قلنا البروميير تيغ نقدر يكون اي 0 اي بي فوا كي يعني لا الغيزون على بويسونس ان موان بي. الا كانت هنا اي 0 غتكون ان موان 0 هي ان. صافي تفهمنا؟ يعني هذا بالنسبه للسويت جيومتريك، يعني هذا هو لو تيغ. ولا كانت قلنا اي 0 نكتبوا اي ان ايغال اي 0 كي على بويسونس ان. بالنسبه لا سوم نفس الشيء، تيكون عندي لا سوم مثلا عندي اي 1 او لا نبداو باي 0 بلس اي 1 اكسيتيرا جوسكا اي ان. اذن هنا عندنا لا سوم كيتكتب هو اي 0 فوا دير واحد فراكسيون 1 موان كي، يعني كي هو لو غيزون. هنا الفوق كتكتب لو نومبر دو تيرم ان موان بي بلس 1. قلنا في لا سوم دائما كنديرو بلس 1 و 1 موان لو غيزون سون بويسونس. داكوغ، هذا بالنسبه الى كان باديه باي اي بي، هنا اي بي ماشي اي 0. داكوغ، الى بديت باي 0 اي 1 جوسكا اي ان غندير هنا اي بي غندير اي 0 1 موان كي ان بلس 1 سور 1 موان كي. تفهمنا؟ يعني الا كنا باديين باي 0 كنديروا لا بويسونس غير ان بلس 1، كنا باديين باي بي يعني كنديروا ان موان بي بلس 1. يعني مثلا كانت بي هو 1 نديروا ان موان زا بلس 1 تولي هي ان. داكوغ، هذا بالنسبه للسويت جيومتريك. لا ميم شوز الا كانوا عندي 3 تيرم سكسيسيف يعني ا و بي و سي، بي كاري ايغالا ا فوا سي، هذا في السويت جيومتريك. دونك اذا شفنا لو كومون مونتري بان جيومتريك كومون مو كومون ايكري لو تيرم جينيرال وكيفاش يمكن لنا نكتبوا لا سوم. دونك هنا غنشوفوا لي ليميت دو لا سويت جيومتريك كي على بويسونس ان. بالنسبه لليميت لا ميم شوز بالنسبه لليميت اللي شفنا في الاكس، كيبقاو هما نفس صالحين بالنسبه لان. يعني لا ليميت ديال لا راسين دو ان سي ان هي مثلا لحقاش لا ليميت هنا في لي سويت غنشوفو دائما في بلس لانفيني، كناخدو لي ليميت توجور بلس لان ان طون فيغ بلس لانفيني. عندنا بتيت ان ابارتونون ا ان بتيت ان ابارتونون ا غران ان توجور لا ليميت سوغا ان طون فيغ بلس لانفيني. سا داكوغ، لا ميم شوز كيبقى عندنا لا ان على بويسونس الفا ايغالا مثلا بلس لانفيني او لا، يعني كنديرو لي ميم ليميت اللي كنكونو خدامين فاش كنا في الاكس ابارتونو ا ار. يعني ان على بويسونس الفا سا ديبون على حسب الفا، دونك مثلا ان على بويسونس 2 ايغالا بلس لانفيني. لا ليميت ديال ان على بويسونس موان 2 او لا نكتبوها حنا عاديه 1 سور ان 2 ان طون فيغ بلس لانفيني 1 سور ان كايغال 0، لان دائما 1 على بلس لانفيني ايغال 0. لا ليميت ديال لا غاسين دو ان لوس ان طون فيغ بلس لانفيني توجور ايغال بلس لانفيني. يعني لي ليميت كاملين اللي شفناهم كيبقاو صالحين نخدمو بهم في لي سويت. يعني ليميت عادي بالنسبه لليميت لي ابيتويال او لا يوزيال. دونك هنا غادي نشوفو ليميت ديال هاد لوكا من كيكون عندنا كي على بيسونس ان. وهاد لوكا فين كنلقاوها؟ كنلقاوها في لا سويت جيومتريك او لا لا سويت مهم في لي سويت مي كنطيحو في كي على بيسونس ان. دونك هنا سا ديبون على حسب كي. الا كانت كي سيبيريور ا 1 يعني كبر من 1، لا ليميت ديال كي على بيسونس، دونك هنا نشوفو ليميت كي على بيسونس ان لوس ان طون فيغ بلس لانفيني ايغالا بلس لانفيني. الا كانت كي كبر من 1، لا ليميت ديال q à la puissance n lors n tend vers plus l'infini égale à 1 la quinte q égale à 1. D'accord. La limite
tel q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0, quand q y compris محصوره بين moins 1 et 1. Voilà, égale à 0. Ou la quinte q inférieur égal à moins 1, pas de limite. Maintenant, limite, pas de limite. D'accord? ليس لها نهاية. D'accord? Donc, cette suite, on va les utiliser pour la suite géométrique. Ok? Donc, c'est la suite géométrique. Nous allons voir notre partie, moi, le critère de convergence. Convergence. يعني التقارب. هلا. Donc, on va voir les critères de convergence. Voilà. Les critères de convergence. Tout de suite, et croissante et majorée. Que qu'on a une suite, qu'on a déjà dans l'étude, on a croissante ou majorée. Qu'on a dit, c'est une suite convergente. يعني بالعربية كنقولوا لا كانت كرواسونت تزايدية ومكبورة فهي متقاربة يعني en français tout de suite croissante et majorée راها convergente une suite convergente إلا قال لك هاد لا كيستيون كيكون غير يعني فوسط لي كيستيون تيقول لك مونتري انا كنكون ديجا مونتريتي في لا كيستيون الاولى بانها ماجوري ولا مينوري كيجي من كيطرح لك سؤال مونتري بان كرواسونت ولا دي كرواسونت على حسب السؤال اي ديدوير كي لي كونفيرجونت دونك تش ديجا ماجوري مثلا وكرواسونت تقول غير كتكتب واحد الجمله كتقول لا سويت يعني المتتاليه تزايديه ومكبوره اذا فهي متقاربه بالفرنسي كتقول لا سويت اي كرواسونت اي ماجوري دونك الي اون سويت كونفيرجونت. D'accord? La même chose, c'est de Gaulle, la suite UN est une suite décroissante et minorée, donc est une suite convergente. Et la question de la suite convergente qui est moins croissante ou la décroissante. Mais la question numéro 1, qu'est-ce qu'on a déjà montré, c'est la majorité ou la minorité. D'accord? Qui est le dernier tube de la suite, c'est la suite qui est en fonction de F. Yani, qu'est-ce qu'on a dit? Un plus 1, كتكون عندنا un plus 1 et fonction ديال un. لما كتكون هذه سهلة في ليتود ديالها يعني باش تمونطري بأنها كرواسونت ولا دي كرواسونت كتبازي توجور على f. إلا كانت f كرواسونت يعني مثلا كتكون عندك f كرواسونت راه كتعتمد على يعني المونوتوني ديال f. دونك هذه سهلة في ليتود كاين هنا في ليميت ديالها يعني ما كيقول لك اوتو ديال المهم تروفي لا ليميت ديال يو ان وكيكونوا عاطينك يو ان بلس 1 ايغالا اف يو ان. دونك شنو كتشوف كتكون عندك لا فونكسيون اف كونتيني انا ديجا كيكون هي في الاخر ديال ليتود لا فونكسيون اف اي كونتيني سور واحد لانترفال لانهم كيكونوا حدوا لك واحد لانترفال اي كتحسب بان ليماج ديال هاد لانترفال اي تانكلو دون يو دونك كتقول si um la كانت عندنا un converge يعني كنكونوا ديجا مونطرينا ثاني بانها كونفيرجونت الا كانت سي un اي كونفيرج alors sa limite l est la solution de l'équation f de x égale à x. في الناسيونال تيكونوا ديجا عطاوك الا كنا هاد لا كيسيون غيدخلوا لك السويت مع الفونكسيون تيكون ديجا عندنا في لي كاستيون ديال فونكسيون درنا اون ديجا ريزودغ هاد ليكواسيون اف دو اكس ايغالا اكس. فوالا كنكونو ديجا حلينا هاد المعادله اف دو اكس ايغالا اكس يعني كيكون غير سينتاج يعني الا كانت عندنا ديجا عندنا الحلول ديال هادي ديجا عندنا كرواسون دي كرواسون كتكون ليتود ديالها ساهله من كنربطوها بلا فونكسيون. فوالا ما كيكونش عندنا حساب فيها كتير كثرت ما كيكونوا غير سينتاجات من ليتود لو فونكسيون. دونك هذا بالنسبه لهذا. دونك هنا عندنا ما كيكونوا عندنا بعض شمره لي ليتود ليميت ليتود ليميت كنحتاجوا اننا نديروا
يعني لا سويت نحصروها ما بين دو سويت اللي يمكن سهل باش نديرو ليهم لا ليميت. عندنا vn مثلا كتكون un اي كومبري انتر vn و دوبل vn، عندك vn طون فيغ ال و un طون فيغ ال، دونك حتى un طون فيغ ال يعني ساهله. يعني كنكون تنشد ديك لا سويت لان صعيبه باش نخدم، ماشي ما عنديش ليميت ديالها، كنديرها كومبري انتر دو سويت. دونك الا مشات هذه ال حتى الاخرى كتمشي ال، دونك حتى ديك الوسطانيه تتكون طون فيغ لا ليميت ديالها ايغال ا ال. فوالا. الا كانت عندنا او ان انفيريور ا في ان ولا سويت البلي غون طون فيغ موا لانفيني، حتى لا سويت البلي بوتي منها كتمشي معها لانفيني داكوغ. والعكس الا كانت عندي او ان اي سيبيريور ا في ان و توجور البلي بوتي هي اللي كتمشي بلوس لانفيني، دونك حتى البلي غون كتمشي بلوس لانفيني داكوغ. يعني هادو بالنسبه لي فونكسيون لي سويت اللي كنكونوا محتاجين نديروا الكومباريزون ما بين لي ليميت باش نحسبوا الليميت، لي كومباريزون ديال لي سويت باش نحسبوا لي ليميت. دونك هذا غابيل يعني ديال لي سويت بصفه عامه. دونك غادي نحاول ندير ان اكزرسيس ماشي دابا، دونك غنحبس حد هنا وغندير واحد اكزرسيس. يعني غندير السيستيم ديال ناسيونال، يعني غنخدم لي زيكزرسيس سيستيم ناسيونال لي كيسيون ديال ناسيونال. دونك السلام عليكم وبون شونس، وما تنساوش تابوناو معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. واللي عنده اسئله وعنده، راه عندي مجموعه في الفيسبوك، عندي جروب في الفيسبوك، وعندي الوات هذيك سميتو الانستغرام. دونك يمكن لكم تواصلوا معايا في دخلوا الجروب ديال الفيسبوك، كنحط تمارين، كنحط حلول ديال التمارين، واللي عنده شي حاجه يمكن له يدخل عندي يسولني نجاوبو على الاسئله ديالو او لا يتواصل معايا في الانستغرام. السلام عليكم اي بون شونس.